الحمد لله. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم منزلته عظيمة. أول معلم في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول المتعلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعلمون يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتعلمون يتأسون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له منزلة عالية جدا، سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. فإذا اجتمع في الإنسان إيمان وعلم فإنه يستحق الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في طلب العلم أجوراً كثيرة، سأذكر لكم شيئاً واحداً وما وراءه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته. ولا بد يا طلاب العلم في طلب العلم من الإخلاص لله عز وجل، لأنه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فينبغي أن نخلص لله عز وجل، وينبغي أن ننشط في طلب العلم، لأن المحققين من أهل العلم يقولون: أفضل النوافل طلب العلم، أي أفضل ما بعد الفرائض من الأعمال طلب العلم. هذا فيما لم يكن فرضا، أما الفرض منه فهو من درجات الفرائض، لكن ما زاد على ذلك. طلب العلم خير النوافل ورأس النوافل، وذلك ينبغي أن ننشط. وأمتنا بحاجة إلى طلاب العلم الذين يتعلمون التوحيد والسنة والفقه الصحيح ويعلمون الناس. فوصيتي يا طلاب العلم أن تجتهدوا.